هاي جايز كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن حفلة عيد ميلادي. اوكي جايز، صار عمري 17، صرت عاقلة يا جماعة، ولسه لي سنة وبصير بدخل السن القانوني، بصير كبيرة، ما حدا يحكي معي. اوكي، فانه مثل ما شايفين اول شيء مخلصة مكياجي، انا ما صورت لكم عشان ما انه اعقدكم لانه خلص انه مكياج سهل. فانه هاي اول شغلة. ثاني شغلة، انا هلا نازلة لعند الصالون مشان اسوي شعري لانه ما سويت شعري. ثالث شغلة، اليوم رح يجوا كل المشاهير، كل رفقاتي، رح نحتفل كلنا مع بعض، رح تكون حفلة كتير حلوة. وطبعا هذا كله بتنظيم وتقديم وتحضير مصطفى. هاي جايز. اوكي مصطفى كتير ساعدني بالموضوع، عن جد شكرا كتير لك. طبعا يا جماعة لازم اساعد، لان هي طبعا كل حملة هيكون فوق راسها، لانه فانا يعني ما بقول اني رتبت كل شيء اسوي فيه انا السوبر هيرو يعني. لا والله سوى كل شيء، ساعدته شوي يعني، عن جد سوى الجلسة، سوى رتب لنا الجلسة ورتب الكيك، هلا رايح يجيبه، وسوى لي انه هو وصلني لهون. ماما عم تتصل لي، انا نازلة على الصالة. فانه نكمل الفيديو، تنسوا لايك، اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وفعلا موقع التواصل الاجتماعي لهن انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك، رابط كلها تحت في صندوق الوصف. بس يلا انطلق. هس حي لين. اوكي جايز، لا تخافوا كثير من شكلي، بس لانه ما في اضاءه وانا هلا بالسياره، فخلصت شعري ما راح اورجيكم اياه كامل هلا، لما اوصل هنيك بورجيكم اياه. انا مطلعه على حالي هون، فانه هلا طالعه بخوف كثير، فانه استنوا انتم بس اوصل البس فستاني واوصل واصور لكم واورجيكم كيف الاجواء، فانه جيت ريدي. اوكي جايز، مثل ما شايفين طبعا هلا نحن وصلنا ورح نورجيكم الاوتفيت والقعده والزينه ومين جاي ومين. اوكي بس شو، فانه هلا رح نورجيكم الاوتفيت تبعي اهم. تفضلي حبيبتي ما تبي. اوكي يلا. اوكي جايز، مثل ما شايفين طبعا اول شيء سويت شعري كيرلي تغييرا عن اللي شعري الطبيعي، فانه مثل ما شايفين جايز كثير حلو، كثير فرق. فانه هاي الاوتفيت، ثانك يو ثانك يو، يعني شكرا. فانه انا حبيت البس فستان بس مشان اصور لكم، يعني والله انا كان عن نفسي يعني بلبس بيجامه وبجي، بس انه تفضلي لين، هلا دور لين. اوكي جايز، طبعا انا كالعاده سويت شعري كيرلي، ما بعرف ليش ما سويت شعري. واو، هاي الفستان فستاني نفس فستان انا، بس انا بدون جليتر يعني. ايوه، فانه هلا راح نورجيكم الزينه كمان. اول شيء عندنا هون الطاوله هاي مشان لما يجي الكيك. يلا تعال. وهون طبعا سويت زينه بسيطه، حبيت انه اسويها مشان اخذ صور انستغرام، فحسبتنا الانستغرام تحت بصندوق الوصف، روحوا بيكم. فانه مثل ما شايفين حاولت قدر الامكان اقربه على لون فستاني وعلى لون القعده، فانه اسود وسيلفر واحمر احلى شيء. وعندنا هون تفضل. وطبعا اهم شيء بكل حفله لازم شاورما الامبراطور، فانه ثانك يو سو، يا الله، فانه اجى خرب علينا طبعا. اعطينا اثنين شاورما لو سمحت، اثنين شاورما جايش الاكل يا فرد مره. فانه هون شكرا جزيلا. وين ابو هشام؟ ابو هشام. فانه طبعا ترتيب هذا كله من ابو هشام، شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه. وطبعا ما في حفله شاورما شعر، اذا اجى ياكل كلهم جايين ياكلوا ويروحوا ساحبين علي، مو مهم، امشي شوف لوحده. اوكي جايز، طبعا هلا اجوا نص اللي عزمتهم يعني، بس لسه النص الثاني في عندكم. اوكي حمشي عليهم بالدايره. هون شعار أريج او أريج، برهوم، بلادة، برهوم لا لا جد، غيث، شكرا كثير انك جيت لانه ما رد علي، فكرت ما رح يجي بس انه اجى. لا انا ما برد بس بيجي، انا مش كلام انا فعل. ايوه صح، برهوم اذا بتروح هذه ما بس ايش كان تذكريني ايش لا لا برهوم، لا برهوم اصلا بدون عزيمه بيجي عمان مدحه. لا اصلا انك انت حتى لو ما عزمتك انت بتجي يعني خلص. ما لقيت غيره هو. اوكي جايز، عندنا هون احمد. هلا والله، هابي بيرثدي نصور. هلا سارة، خلودي خلودي نايم. اوسي محمود رهيب. انا اسامه كمان يا جماعه، شكرا. هلا والله. بيبو، البراء، 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 ام كي. اوه لا انت انت لا ما هذول الاثنين جايز اجوا كمان، ديركي وام كي. نكمل يلا زي هون روان وريان. هاي. مهند وهيك لسه في ناس جايين، فانه بس يجي الباقي بنكمل. اوه تعال، والله سوري والله سوري والله سوري، من كثر ما انا طويل ما شفتنيش. انا عم بمشي على القاعدين، لانه وعندنا كمان شو جو جو. فانه القاعده جاهزه وانا جاهزه، فبعد شوي رح نحتفل بالكيك والحكايه. وعندنا هون لين. اوكي جايز، طبعا بما انه هيك خلص قعد وخلصنا، قررنا نسوي هيك لعبه صغيره. عندنا صديق مصطفى هشام وشام. فانه هو بيعرف يدير باك كثير ما شاء الله، وان شاء الله رح اتعلم انا يعني واصير اقوى منه. فانه قررنا انه يكون عندنا ضيف مغني
السهرة اليوم معانا ومعاكم برهوم. طبعا هو رح يغني غنية أول مقطع بس. هشام رح يدربك على الغنية دائما. لا بليز. تعرف الدربة؟ ما عليك ما عليك. طبعا أهد أغيط عن إلي. أوكي يلا جاهز؟ أنا تحمست يلا. يلا. وشفت بشارع الحمراء بإيدك يا يلا. شفت بشارع الحمراء بإيدك في ألم حمراء بتشيله من الجزدان قلبت لي وأنا ما طلعت لعن حالي وفلان حكيت لي ما حكيت ضحكت لي ما رديت حسست مش فرقاني عندي جمالك عرفتني لما فلت على بيت فلت لحلا لحلا وقال الأرنب لأمك اسمحي لي روح العب ماما قالت له لا يا ماما وبكرة يجيك السلام فلانا هجم علي صار يركض وقف وقف برهوم برهوم امام امام الحمار حمار وقال قال اشوف فيك يا اسمع اسمع برهوم امام الحيط وقال اللي بتأثر والله ما لمست الكاميرا لا لا يا جماعه هو سالي قديم شو السؤال مين لا تصار عمر لنا 17 مين بيقول لنا وين راحوا شكرا يا جماعه كثير على جيتكم كثير انبسطت انه جيتوا وعراسي هي بتحب الكيك كان يوم اسود يوم ما جيت كان يوم اسود يوم ما جيت كان يوم اسود كان يوم اسود كان يوم اسود يوم ما جيت كان يوم اسود يعني ما جيت ما يسعدكم يلا مين اللي بده كيك يجي ياخذ نفسكم مين عم يقول لك كان يوم اسود لما اجيت معي الكيك حيقلب وما حناكل فجاكر ما لاكل خلينا نظبط استعجلي عشان بدي اروح ما في صحون يلا روح لا يلا وينك برهوم خلينا قلت لك سوينا عم اكل كيك اوكي لانا كل عام انت بقلب
ألف 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 خير. أنا بحبك كتير وإن شاء الله من نجاح لنجاح. لا لك العون، أنت بخير إن شاء الله عقبال 124. شو معنى 24؟ ما بعرف، هيك عقبال الفيديو هذا يروح ترند ويطير وعلى المراتب دائما. ويس لا أنا كل عام بخير وإن شاء الله عقبال 100 سنة يا رب، تحقق كل شيء أنت بتحلم فيه وكل شيء بدك إياه. عم تطلع هاي لانا؟ لا مش لانا، بخجل لما هايلين. المهم ما اعرف اذا حتقولي عمرك، عمرك 17 بس لسه صغير ووراك مشوار طويل، وان شاء الله من صغرك انت عم تعملي كل شيء بدك اياه. فكل عام بخير وبس. اي لاف يو هابي بيرثدي. كل عام بخير لانا. خربت ام الجو ما بدي اخربها. خربت ام الجو، اطلع من هون. لانا كل عام بخير. لانا هناك لا تفرج. العمر كله يا رب. جارتنا ساكن جنبنا ساكنين جنب بعض. هابي بيرثدي ان شاء الله بشوفك عمرك 22 23 خلص كبير بعدك صغيره. بس خلاص؟ لا لا حس لسه صغيره يعني، بس ان شاء الله تصير كبيره شوي عشان ضل يوتيوب. هابي بيرثدي لانا. لين كل عام وانت بألف. مو لين لانا. لا لا لين. لا لانا. لا اقول لانا. لا لانا كل عام وانت بخير لانا، ان شاء الله العمر كله وعبال 100 سنه. لاف يو كثير. والله لين. لانا والله. كل عام وانت بخير لانا، ينعاد عليكي بالصحه والسلامه ان شاء الله لل 10 مليون. انا كل عام وانت بألف خير يا رب وعبال 100 سنه وتحققي كل احلامك وخليكي لاهلك ونشوفك اكبر يوتيوبر بالشرق الاوسط يا رب. هاي لانا كيفك يا باشا السفا؟ ان شاء الله كل عام وانت بخير، وانا والله جد I love you من كل قلبي وعقبال هيك ايامك كثير فرح وسعاده ومصاري وكل شيء. يلا باي. هابي بيرثدي. كل عام وانت بألف خير يا رب وعقبال 230 سنه ان شاء الله بتحققي كل شيء بدك اياه. ليش 30 سنه؟ لا 230. ايه حبك كثير. لاف يو. لا لا ان شاء الله كل عام وانت بألف خير وعقبال 100 سنه، وان شاء الله السنه الجايه ما بدنا نديلك عمو. صح؟ شو؟ ترى هو كان ما عنده حكي عن ما قال له اصور وهيك صار طالع الحكي. لا هيك بيطلع الحكي هيك عادي. يوتيوبر كان انت بخير بس من الالف. تمام كان انت بخير ان شاء الله هيك عبال 100 سنه وبس. باي. كلمه ماجيك فريك لانا. اوكي لانا حاب نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بالف الف الف خير يا ربي، وان شاء الله ربي يعطيك علاقة قلبك الابيض. اوكي وان شاء الله نتمنى لك كل خير وكل النجاح. تشاو. كل عام وانت بخير وعبال 100 سنه يا رب. و شو بيقولوا؟ جاب ام العيد صح؟ سنة. تعال تعال نور. عم عايد على انا وما بعرف شو بدي اقول، فاحكي عني انت. كل عام وانت بخير وان شاء الله عبال 100 سنة وان شاء الله تنجحي بحياتك والله يحقق امنياتك وباي. باي. من ام كي مو مني. هاي لانا كل عام وانت بخير وان شاء الله عبال 100 سنة. هي صار عمرك 17، تملك سنة حتى تجيبي الرنج الزهرية وان شاء الله تفرحي فيه ونعمل لك افتتاح جدا كبير للسيارة وتتشارك ثاني نهار. كل عام وانت بخير. طب تعال هون. طب انت شو بتقول لانا؟ كل عام وانت بألف خير يا رب عبال مليون سنة. ولسالة نص سنة يعني انه 13 ونص بتاخد الليسن. هو ما شبه بالسيارة بس عليك كل يوم دبي بتلاقيها. هي اصلا فكرة معها بالسيارة مصلحة مو محبة فينا يعني. صح ولا لا؟ شو؟ اقول لك انه انت من احسن ال صح وغير كبير وغير صح. صح زعلتيه والله طلع. لا طبعا انا اخي عندي بسوى الدنيا قصدي سيارة اخي بسوى عندك. لا 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 يا جماعة نحن اليوم بعيد ميلاد لانا ومبسوطين والله كتير كتير. الحفلة حلوة والجو ولا أحلى، وهلأ في هدايا يعني قولوا للانا تفتح لكم الهدايا لأنه شكرا في هدايا صراحة صراحة. اكتبوا لها بالكومنتات خليها تورجيكم. شوفوا حابين نحكي لك لانا كل عام بخير وعبال مية وإن شاء الله نشوفك مكانت أعلى إن شاء الله بالمستقبل بعد المراتب. نحبك كتير وإن شاء الله بنشوفك بعد مالك 18 ما بعرف ليه إن شاء الله نحبك كتير. سنة لا لا ما هو إنجليش لا عربي. أنا بالإنجليزي. إنجليزي؟ من بعد أمر. يلا كل المصري. عقبال المية وي لاف يو سو ماتش وإن شاء الله يا رب كفه لانه لا 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 والله والله خلاص انا همشي. والله كل سنه وانت طيبه ورب تكون سنه سعيده عليك يا رب. وعلى ونغني لها اغنيه كل سنه وانت طيب ومن كل سنه وانت طيبه لانا عقبال مليون سنه يا رب وتبقي في احسن المراكز يا رب وتفضلي تطلعي لفوق كده و2 مليون و3 مليون و10 مليون ان شاء الله. اوكي جايز طبعا عم اصور انا هالفيديو مش احكي لان انا كان عندي الف 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 خير عن جد يعني كثير كثير بحبك يعني انت انسان كثير لطيفه بتساعديني وهيك وشو بقى موسيقى يا زلمه شو هذا انا عم بحكي كلام رومانسي انا عم بحكي كلام رومانسي شو انا والله شوفي احكي كلمه لانا احكي كلمه لانا كل عام وانت بخير لانا وان شاء الله كل ايامك نجاحات
اول اوبن ديس فور جوري بعدين بنرجع بنكمل لا تحيات لنا هابي بيرثدي اوه لافي نشيط كل سنه وانت بخير وان شاء الله نحتفل فيك وتصيرين اكبر شيء اكبر شيء اكبر شيء في العالم اكبر شيء انا ما اعرف شنو في العالم يعني هابي بيرثدي لانا اي لاف يو سو ماتش وان شاء الله نستناك توصل 18 وتكبر وانا فرحه بيك يا اي لاف يو شو اسمها لين ولا لانا انا دائما اضيع لانا اسمها لانا اوكي لانا كل عام وانت بخير والله لين لين ولا اي انت الكاميرا اي لانا 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 كل عام وانت بخير والله يحقق كل امانيك والله يسعدك يا رب في الدنيا والاخره وتكوني برا لوالديك والله يحفظك من كل شيء وعقبال ما نشوفك دكتوره ان شاء الله هلا 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 طبعا يعني كل عام وانت بالف خير واسمعنا على الدكتوره الطب يعني دكتوره المستقبل زميله عشان نصير يعني زميلتنا ونشتغل مع بعض نصير نعطيها هي الشغل تشتغله الحين نكون اكبر منها ف صح ان شاء الله الف مبروك وكل عام الف مبروك ايش عيد ميلادها كل ما اجي احكي بتخربي علي كل عام وانت بالف خير ان شاء الله عقبال 80 سنه وتعيش بصحة وسعادة انت واهلك واخوانك يا رب بنحبك كثير عقبال ما نزوج مصطفى احا شو هالسيارة انا بصور ماسك الكاميرا مسكين من الصبح يعني بيطلع له شو شغلة يعني هو كمان هابي بيرثدي تو يو ياي هي هو قاعدة بصور هون انت شو حتسوي؟ حضربه بجزمة لينا ايوه خلص هابي بيرثدي تو يو لايف ما فكرت بابا هاي واحدة مو شايفك يو لايف بس مات جو جو نايس ون نايس ون جو حبيبي خدام الاف دول لا لا خلاص ما دفنوا دفنوا خلاص سبحان الله بنحكي عليك شو عشان تحكوا عني بالعاطل الصراحة والله انا عازمكم بلونة مش معك بدونك لا هو عيد ميلادك ليش نعم هو عيد ميلادك يعني قرابة بالاخير يعني المهم عيد ميلادك خلاص خلاص اوكي صح له لا اوكي نايس صح 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 خلاص شو قال قول 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 ايه Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday. Bro, بيجي نعمل لك هيك تريك. مصطفى يا مصطفى انا اخترت مساكنك علي يا برو ما شكري لحياتي هذا ضغطك يا دي دودا اي والله اصحاب جوري جوري ابو الحالي يا جماعه ابو الحالي ملك المقالب شخصيا يتحدث وين مقالب شو مقالب شو كجاهز ها علمي اي هذا هذا والله دوري اكشن تبعك كثير بارده والله صح لاني الناس بيبقوا عايزين يعرفوا ايه اللي في مسدس في مسدس في راسي شو منك انت عم تصور انت حنضف ليش انا حنضف ملك المقلب يعود من جديد كفو